السلام عليكم طلبة الصف الأول متوسط منهج متميزي. اليوم محاضرتنا بالفصل الأخير اللي يتحدث عن الفيرست ايد، الإسعافات الأولية. وصلنا إلى موضوع الشوكينج، الاختناق. إذا كان الشخص مختنق شلون راح أتعامل وياه؟ أول مرة what is it، شنو هو شوكينج؟ obstruction in the airway، يعني اختناق يصير في مجاري التنفس أو مجرى الهواء، أو عرقلة أو انسداد في مجرى الهواء. General Bronchitis اللي هو بيوكيشن، الاحتياطات العامة. أني يعني شلون أحتاط؟ يعني شنو الشيء اللي لازم أسويه؟ If someone، إذا شخص ما is coughing، ده يسعل، وطبعاً سعال شديد يصير. اترك the person alone، اتركه لوحده. وبالبداية لا تحكي وياه، ليش؟ لأن السعال والكلام ما يقدر عليهم. Don't perform the Himmling maneuver اللي هو لا تسوي أو لا تنجز مناورة Himmling. شنو هاي مناورة Himmling؟ هسه راح نجي ناخذها. Keep eyes، خلي عيونك on that person، على هذا الشخص، يعني انتبه له، خلي ضمن اهتمامك لأن خاف يصير بيفشي، فخلي عينك عليه. Ask the person، اسأل الشخص. If he or she، يعني هو حسب جنسه، needs help، يحتاج مساعدة. زين شنو هي الإشارات and symptoms، الأعراض الموجودة به؟ الشخص is not able to breathe، ما يقدر يتنفس أو talk، يتكلم. ليش؟ نتيجة للانسداد اللي يصير بمجرى التنفسي، obstruction. زين shocking thing given، يعني راح ينطي إشارة الاختناق. زين بعد this distress اللي هو يعطي إشارة الاختناق، يعني أشر على رقبته، يشعر بحزن. بانك اللي هو هنا قلق، أو نشوفه يعني خايف. بعد شي يسوي؟ ينطي إشارة الاختناق الشوكينج العالمية. شنو هي إشارة الاختناق العالمية؟ يسوي هانز، إيده، وربد يلفها حول شنو؟ الراوند، حول ذنك. إذا هاي الإشارة الهاندز، اليد، وربت اللي هي وربت يعني تلف، الراوند حول النك، هاي إشارة الاختناق العالمية. يونيفيرسال اللي هو يونيفيرسال عالمي، سينج فور شوكينج، إشارة الاختناق العالمية. زين وات تو دو، شو أسوي أني؟ عندي المختنقين راح يكونون بأنواع. مرة مختنق واعي، يعني مو فاقد الوعي، اللي هو كونسوشوس اللي هو يكون فاكتم، المختنق او المصاب يكون واعي. ومرة المصاب شبي مو واعي، يعني شنو مو واعي؟ يعني مغمى عليه. فانا ايش اسوي هنا وش اسوي هنا؟ راح اجي عليهن وحدة وحدة. اول شيء راح انجز مناورة يصحولها اللي هي مناورة هيلمينج مانيفرز. شنو هي هاي؟ اذا انا طبعا اهم نقطة، اذا اذا انت متدرب تشالنج، متدرب بشكل بروبرلي، بشكل صحيح، يلا تقدر تنجزها. زين هسه انا ايش اسوي للشخص هذا؟ اقترب، ابروتش، اقترب فروم بيهايند، من الخلف اقترب لهذا الشخص الفاكتم، الضحية أو المصاب، بس مين؟ من الخلف. and verb ألف، arms الذراعان، حول المصاب، حول شنو؟ waist، خصر المصاب. أقترب منه وألف إيدي حول خصر المصاب. شون يعني؟ شوفوا هاي الصورة، أقترب إلى من الخلف، وهاي شوفوا إيدي شون ألفهم حول خصر المصاب. زين هذه النقطة الأولى، اقتربت منه ولفيت إيدي حول خصره. بعدين place on first just، يعني أخلي فيست، العفو، فيست قبضة، القبضة الوحدة مال إيدي أخليها above the factum navel، navel سرة المصاب، ممكن أخليها على خصره، فقبضة وحدة من إيدي، القبضة يعني كف إيدي، أخليها على خصر المصاب. with the thumb،
والثامب شنو؟ سايد أجنس، بحيث يعني تكون مباشرة، بحيث يكون جانب الإبهام، هذا الإبهام ثامب، الإبهام الأصبع السمين اللي بالإيد، هو أكثر إصبع ويكون سميم، ضد منه؟ أو أخليها مقابل الأبدومين، أبدومين اللي هو البطن. يعني شلون؟ هاي قبضة إيدي الوحدة، الإبهام على سرة المصاب، يعني مو لفيت إيدي، بس يكون الإبهام على هاي الون فيست، قبضة إيدي، يعني شف إيدي جاست أباف، فوق الفاكتم نافل اللي هو سرة المصاب، وذ مع انه يكون الثمب الابهام على اليمين على الجانب البطني. زين، سكند هاند الايد الاخرى افر ذا فيست، يعني الايد الاخرى على هاي الاولى، على الاولى اللي خليتها. زين، اضغط بيرس، اضغط على اليمين انتو ذا فاكتوم ابدوم، اضغط على بطن المصاب وذ وان اب وورد فيرست، يعني هنا يكون الضغط، بس يكون الضغط يكون يعني شلون بدفعة واحدة، with one up word thrust، يعني بدفعة واحدة وسريعة. زين، repeat، كرر الثرست الدفع if necessary، إذا كان أو لزم الأمر أو إذا كان ضروري. تشوفوا أخلي إيدي الأولى، أول شيء ألتف من الخلف للشخص المختنق، شو أسوي بعدين؟ أخلي إيدي around حول خصر المصاب، قبضة إيدي الأولى راح أخليها وين؟ على سرة المصاب، بحيث يكون الثمب الإبهام راح يكون بجانب البطن أو على البطن، الإيد الثانية فوق الأولى، أضغط على بطن المصاب الأبدومين، بطن الفاكتم المصاب، مع يعني دفع واحد، يعني إنه ما أشيل إيدي، تكون حركة واحدة وللأعلى، أبورد للأعلى. أكرر هاي الثيرست، الثيرست اللي هو شنو؟ الدفع مرة أخرى. تراي تو بوب، يعني شنو؟ حاول إخراج الأوبستراكشن، إحنا مو قلنا الاختناق هو انسداد، هاي أوبستراكشن مرة تجي انسداد أو عائق، فأحاول أطلع هذا العائق أوت وذ سويفت اللي هو يعني ثيرمس، تكون الدفع السريع، وبعد يكون هذا الدفع للأعلى، هذا يكون الدفع اند اب، ان اند اب، يعني منا واضغط لي فوق، يعني هذا اتجاه السهم منا واضغط لي فوق. كونتينيو، استمر until the obstruction، استمر حتى انه هذا العائق is revealed، يعني يظهر، او انه المصاب ايش بيه، شلون نقول عليه، يزول، يعني يطلع، او انه المصاب ينهار بعد ما يقدر، كول بيسز ينهار، كول بيسز ينهار المصاب، او يظهر هذا العائق، استمر بهاي الحركه. زين، هاف سمون كول فور هيلب، اتصل باي شخص ممكن انه يساعدني، يعني انه لازم اكو شخص يمي موجود. زين، How do you do يعني شلون انت ممكن تسوي مناورة هيملينج، هيملينج اللي هي هيملينج او هيملينج، شلون تسوي هاي المناورة، المونيفير، المونيفير اللي هي مناورة. اول شيء البيرسون، الشخص المصاب شبيه لين اللي هو يميل فور ذا وورد للامام، فتلي اللي هو شلون نقول عليه، ليتلي، ليتلي برفق، understand behind behind ويقف خلفه، هم أو خلفها، يعني الشخص اللي راح يقدم الإسعافات الأولية يكون يقف وين؟ خلف المصاب، هاي المناورة، إنه يقف ويميل شوية، هي هاي المناورة اللي نحكي إحنا عنها. زين، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية make the fist with one hand، يسوي قبضة مع ايد وحده، put your arm، يخلي ايده around the person، حول الشخص، و grasp يمسك بقبضة your fist، يعني بقبضة ايدك fist قبضة، with your other hand، ويا الايد الاخرى، بس شنو؟ بقرب يعني على البطن او على اعلى top of the stomach اللي هو اعلى المعدة تكون،
جاست انصح له بيفلو، بيفلو اسفل اسفل ذا سنتر اوف رب كيج اللي هو القفص الصدري، اسفل القفص الصدري هنشوفه بالرسم لان احنا هيك ما نعرف. نخلي هاي القبضه تكون الابهام لي جوه اسويها، وهنا لين بيرسون هذا الشخص اول شيء مائل برفق عند يقف خلف المصاب يسوي القبضه هاي الايد الوحده تكون الابهام يعني ضمن القبضه الايد، وهاي الايد الثانيه فوقها يخلي الارم الذراع الاخرى around person حول الشخص and grasp your fist with your other hand يعني يخلي يمسك القبضه الاولى بالايد الثانيه بالقرب من اعلى المعده ويكون اسفل center rib cage اللي هو القفص الصدري. make a quick يعني يسويها بسرعه هاي الحركه hard movement حركه سريعه بس قويه inward and upward يعني للأسفل downward هي مرات تجي للأسفل وللأعلى. ليش يسوي هاي الضغطة؟ ليش يسوي هاي الحركة؟ على مود خاف اكو فد شي حاشر بالمجرى التنفسي فيحاول يطلعه، انه بالتسلسل صايرات خاف اكو شي يحاول يطلعه. زين inward او downward صحيحة. هذا للشخص الواعي، الشخص اللي هو مو مغمى عليه. زين الشخص اللي هو مغمى عليه فاقد للوعي، فهنا النفي المصاب الفكتم يكون فاقد للوعي. ask someone اسال يعني اخابر على اليمن او اطلب من اي شخص قريب علي انه كول يخابر على 122 for help 122 هي خدمة الاسعافات او الطوارئ الطبية يعني الاسعافات الاولية. lower فكتم انزل لور يعني اخفض او انزل المصاب to the floor على الارض on back على ظهره او on left side او على الجانب الايسر and perform angels healing maneuver هو نايم او بن ايرواي يعني افتح خاف اكو فد شي قميصه افتح الدقم الاولى اكو رباط اكو فد ربطه فد شي اوخرهم ذني with tongue مع ال tongue جو lift يعني ارفع افتح الفم هماتينا وارفع اللسان خاف اكو فشي موجود look inside mouth اباوع داخل الفم if you can't خاف اكو فشي موجود بس اذا اني if you can't see اذا ما شفت فشي anything don't do finger sweep ما خلي صبعي وامسح باصابعي بداخله لان هاي الشغله تسبب عدوى try to give يعني احاول اعطاء to full رزق اللي هو نفس كامل بيرفينج نفسين كاملين على مود بلكي اقدر انقذ هذا الشخص. اي عملية اعطاء النفس لها طبعا آلية معينة انه انفخ بفم المصاب. if these don't go اذا كل هذا ما نجح in reposition يعني انه بشو اسمه ايش راح اسوي هنا ري بوزيشن ري اعاده بوزيشن موضع ذا هيد الراس اعيد موضع الراس اند جيف انذر بريث يعني اخلي الراس بمكانه وامطي نذر بريث نفس اخر بعد اسوي ضغطات ثلاث ضغطات وين على الاوبيدي من على البطن continue until استمر حتى successful successful حتى تنجح هاي العملية أو help arriver يصل مساعدون راح يصلون إليه يعني استمر حتى تصل بنجاح أو تصل مساعدة فما عندي بعد مشكلة what to do for shocking baby يعني هسه أني هذا الشخص كبير وهذا الشخص مغمى عليه عرفت شنو أسوي له زين إذا عندي بيبي أقل من سنة less than one year old يعني أقل من سنة عمره وهذا مختنق شو راح أسوي له شنو الإجراءات اللي لازم أني أتبعها إله أول وحدة باك بلو يعني شنو أسوي له باك ظهر وبلوز ضربات على الظهر place the baby face أخلي وجه البيبي داون أسفل on your four يعني arms على الذراع الأمامية فور الذراعات الأمامية خليها هنا على الذراع
زين with baby head، مع انه الرأس البيبي لازم شي يكون رأس الطفل بشكل قليل يكون للأسفل، يعني شكل مو كلش هواي، اخليه يكون مائل للأسفل lower than the baby stomach، يعني اخليه يميل للأسفل اكثر من معدة البيبي، خاف اكو شي داخل ومسبب لها المشكلة. زين support the baby hands، ادعم رأس الـ 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 البيبي، يعني شنو ادعم رأسه؟ يعني اسند support، اسند the baby's head، رأس المصاب او الطفل اسنده، وبعدين ورا ما اسنده بلطف راح شو اسوي؟ first اضرب او اضغط gently بلطف، راح اضغط بلطف على اليمن but firmly تقريبا 5 مرات، يعني بلطف على كيفي بس بنفس الوقت بقوة تكون، اعيدها 5 تايمز 5 مرات between the baby's shoulders، ما بين لوحي الكتف بلادس، يعني هنا أنا على هاي المنطقة لوحي الكتف. هسه شو اسوي؟ الطفل اقل من سنة، اجيبه اسوي له باك بلوز، اضربه على على ظهره من برا، اول شيء اخليه على ايدي الامامية، الوجه مالته اخليه للاسفل، و on your forearms على ذراع اليد الأمامية، رأس البيبي راح يكون مائل lower للأسفل أكثر من baby's stomach، أكثر من معدة البيبي، أسند رأس المصاب أو رأس الطفل هذا بإيدي، بعدها ثرست أضرب gently، إحنا بنقول gentleman هنا gently اللي أضغط بلطف، لا وأعيدها يعني هي بلطف لكن بقوة نوعا ما 5 مرات between ما بين لوح الكتف اللي هنا. زين المرة الثانية تكون الضغط على اليمن، يعني اكو شغلة ثانية انه ممكن chest thrust، ضغطات تصير على الصدر، هاي بس يعني شلون برفق، لان هاي المنطقة مع القفص الرب كاج اللي هو القفص الصدري شوية تكون رقيقة عند الاطفال. The baby doesn't start birthing، إذا لم يبدأ الطفل بالتنفس فراح أقلبه، قلبته tearing the baby head lower، يعني أقلب الطفل على الجانب الآخر بحيث يكون وجهه المم، بحيث يكون so يكون tearing the baby over، يعني أقلب الطفل على الجانب الآخر the baby that the baby، هذا البيبي is face up، يعني يكون وجهه للأعلى on you ري رام اللي هو يعني ري ارم، يعني شلون بحيث يكون وجهه للاعلى، يعني يكون اعلى ذراعي حتى. اعطي كيب او احفظ ذا بيبي هيدز، احفظ راس الطفل اسفل هماتين الاستومك، هم شويه انزله بط يور فينجر، ابقي راسي راس الطفل هم اقل من المعدة، اخلي but your finger اخلي اصابعي your finger يعني اصابعك انت الشخص اللي قاعد راح تأدي المهمة in the center the baby chest، يعني اخليه بنصف صدره بمنتصف chest المنطقة الصدرية and press، بعد اضغط 5 مرات اضغط بهالحالة هيك، خاف اكو شي موجود، بالكبير الضغطة شوية اقوى، هنا اضغط برفق بس من الاسفل الى الاعلى. If the baby still shocking، اذا البيبي ظل يعاني من الاختناق repeat، راح اكرر البلاك بلو، راح اكرر انه اقلب على ظهره، ارجع الدور chest thrust اللي هو اضغط على صدره حتى يصل الهيلب arrives، حتى يصل الشخص اللي راح يساعدني او شلون الطبيب المختص او خلينا نقول عليهم الطوارئ حتى يوصلون. الفرق عندي there are two type of fractures، عندي نوعين من الكسور، عندي simple fractures وعندي closed يعني المغلقة، وعندي open compound fractures. صحولها simple بسيطة او closed مغلقة، ليش؟ لانه الجلد this skin الجلد راح يكون intact، يكون سليم ما متمزق and no wind exit، ما موجودة اي جروح anywhere باي مكان قرب الفريكتشر سايت. اما الاوبن
هذا راح يتميز بمن راح تتميز ال compound fractures، راح تتميز انه the skin الجلد over the fractures has been damaged or broken broken، اللي هو انه الجلد فوق هذا الكسر يكون متضرر او مكسور متشقق. The wound الجروح may result from bone، يعني الجرح قد ينجم من بروز العظم protruding، protruding اللي هو انه العظم برز خلال الجلد فهو سبب لي شق بالجلد، خلينا نقول عليه. ممكن انه العظم the bone يعني three the bone may not all always be visible، يعني يكون انه العظم ما اشوفه مرئي في الجرح in the wound، بس اكو جرح بعدين اسوي اشعه القى اكو كسر. زين، what are the symptoms of fractures، شنو اعراض الكسور؟ اول شيء tenderness to touch، يعني من ألمسه ألم ورقة باللمس. swelling ورم. deformities اللي هو deformities يصير تشوهات may occur، ربما تحدث. when bones are broken، عندما broken عندما يصير كسر بمن بالعظام. هذا كيوزنج يسبب abnormal شكل abnormal اللي هو شكل غير طبيعي. open wounds الجروح المفتوحة ايش راح تكون؟ بيرك تقطع the skin الجلد. agrating يعني شنو agrating؟ agrating sensation اللي هو يشعر ب station شعور مزعج، هذا grating مزعج. و sensation اللي هو احساس او شعور بسبب شنو؟ بسبب البروكن البون، بسبب انه العظام تكسرت. together can be ممكن انه fault and sometime ممكن انه يسمع تكسر العظم في بعض الاحيان can hear يسمعها، وهذا الشعور جدا مزعج نفسيا. زين، ملاحظة not don't move the injuring، الشخص المصاب او المكسور ما احرك لمب اطرافه على مود ان يعني انه احاول في محاولة انه to detect اللي هو detect اكتشف الكسر وين صاير، لا ما احركه، لان الحركة مرات تخليني اذيه او افصل العظم عن مكانه. الحركة ممكن تعمل على انه افصل العظم عن مكانه، ف don't move ما احركه اتركه. هسه عندي نوعين من الكسور، وهذني الكسور شنو الفرق بيناتهم؟ انه اكو تمزق صاير بالجلد والباقي الثاني ما بي تمزق. ان شاء الله المحاضرة القادمة راح ناخذ نكمل، راح ناخذ الهارت اتاكس اللي هو نوبة القلبية، وراح ناخذ اخر موضوع اللي هو الوند الجروح اللي يصير شلون راح تتم معالجته. شكرا جزيلا لحسن اصغائكم، استودعكم الله.